مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهينطلق ملتقى التوظيف اللي بيوفر 10,000 فرصة عمل منهم لذوي الهمم بكافة التخصصات في 73 منشأة صناعية لشباب محافظة القاهرة. النهاردة هتستأنف هيئة الأرصاد الجوية الموسم الثقافي السنوي اللي بتنظمه الهيئة بعنوان المناخ والحياة، وهيستمر لحد 24 أكتوبر 2023، ومقرر انعقاد الفعاليات في يوم الثلاث من كل أسبوع. يهدف الموسم الثقافي لتحقيق التكامل والتنسيق الدائم مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المصرية، وأيضاً مناقشة الموضوعات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على مختلف قطاعات الدولة، فضلاً عن تحقيق المشاركة الفعالة مع مرافق الأرصاد الجوية في جميع الدول العربية. النهاردة هيقام على مسرح المحكة ثلاث حفلات متتالية، وده في إطار فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء اللي بتنظمه دار الأوبرا المصرية. الساعة 8 بالليل هيقدم الفنان عز الأسطول حفل يتضمن مجموعة من أعماله الخاصة، منها أنشودة أمون را. يليه فقرة فنية بمزاق أسباني للفنانة مونا بوركهارد بمصاحبة أوركسترا لاس أنكانتا دوراس، تقدم خلالها مجموعة من رقصات الباسو دوبل الشهيرة. في العاشرة مساءً بيقدم الفنان مصطفى حجاج وفرقته مختارات من أعماله الخاصة اللي بتحظى بمتابعة كبيرة من الشباب. النهاردة هيعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني المنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة الفراعنة النهائية لمواجهتي إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية وخوض ودية تونس. وكان الجهاز الفني المنتخب مصر أعلن عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، وبتضم 9 لاعبين لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من 4 لـ 12، وبيتخللوا مباراتي إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار ثم ودية تونس.